الجلطة القلبية اللي هو لانفاركتوس دو ميوكارد كتعتبر هي أول حالة ديال المستعجلات في أمراض القلب والشرايين. والخطورة ديال الجلطة القلبية ولا لانفاركتوس دو ميوكارد كتجي بأنه تقدر مع الأسف تؤدي للوفاة بطريقة سريعة وبطريقة مفاجئة. علاش كتجي هاد الجلطة القلبية ولا لانفاركتوس دو ميوكارد ولا الذبحة الصدرية؟ كتجي لأنه عندنا العروق التاجية اللي تتغذي القلب، وهاد العروق التاجية كتغذي القلب بطريقة مستمرة مدى الحياة. وهاد العروق اللي تتكون سلسة وتتمشى فيها الدم مزيان، مع زيادة في السن، مع التدخين، مع الكوليسترول، مع عدم الحركة، مع داء السكري، كتبدا تخنق بطريقة تدريجية. ومع الأسف كيجي واحد الوقت اللي هداك العرق اللي كيتخنق تكون فيه جلطة دموية، الدم كيتخطر في العرق الكبير ديال القلب وفي العروق الكبار ديال القلب، وما تيخليش الدم يمشي يخلي لي سيلول الخلايا يوصل لهم الاكسجين، وبالتالي هناك خطر لانه ما حد العرق يتخنق وما حد الخلايا ما توصلش للاكسجين، وبالتالي الخلايا تقدر تموت، الخلايا ديال القلب اللي هي خلايا مهمه وما تتعودش. هاد الجلطه القلبيه مع الاسف كما قلت تقدر تؤدي بطريقه سريعه لضعف القلب والسقوط ديال القلب اولا الموت المفاجئ. شنو هما العلامات اللي تبين بان هناك جلطه قلبيه؟ العلامه المهمه هي الحرق في الصدر. الانسان ملي يكون ما عنده حتى شي حاجه تيجي واحد ابتداء من 40 سنه كيجي واحد الحرق تيعصرو وتزيرو بحال شي عافيه، وهذا الحريق تيمشي لظهرو تيمشي للمونطو انفيريور تيمشي ليدو اليسرى، الانسان تيحرق تيجي بحال التقيه، وهذا الحريق تيوخا تياخذ لي زونتالجيك بحال الدوليبران ولا ما تيفوتوش هذا الحريق هذا وتيبقى، وملي تيفوت 10 دقائق هناك خطوره. إذا أي حرق في الصدر كما قلت بحال شي عافية، الإنسان تيدير هكا بحال شي عافية، مع عمر ما تحس بهذا الحرق بحال تحس بأن راسو غادي يموت، تيمشي لظهرو الحرق تيطول، هذاك الوقت خاص الإنسان يمشي أقرب وقت لعند الطبيب باش يكون هنا تخطيط ديال القلب، والتخطيط ديال القلب تيبين بأنه هناك جلطة قلبية. كان بعض الحالات اللي ما كتكونش هي تيبيك كنديرو بعض التحاليل، وإني غالبا بالحريق او بتخطيط القلب كنعرفوا بان هناك جلطه قلبيه انفاركتوس دو ميوكارد، وبالتالي هذاك الوقت كان يكون الانسان كنصيفطو خابيدمون للمستوصف او للاكليك باش يمكن نسرحوا هذاك العرق بطريقه القسطره ديال القلب، باش يمكن كان اونيكراز هذاك لا بلاك وهذاك لو كايو كنزولوه من العرق باش الدم يتمشى، وتنديروا من بعد كندير واحد في نفس الوقت كندير واحد ستانت واحد الروسو اللي تيخلي العرق كيتمشى فيه الدم. هذا الشيء خصو يدار في مده اقصاها 6 سوايع، احسن مده هي 3 سوايع. الا فتنا 6 سوايع مع الاسف القلب تيبدا يعيا وكيجي هناك ضعف في القلب اولا كتجي مضاعفات مع الاسف اضطرابات في دقات القلب. علاش كتجي كما قلت هاد الجلطه القلبيه او الجلطه او لانفاركتوس دو ميوكارد؟ كتجي عند الناس خصوصا ابتداء من 40 سنه اللي كيدخنوا، اللي عندهم السكر، اللي عندهم الكوليسترول، اللي ما كيتحركوش بزاف، الا كان عندهم كذلك وراثه، هادو هما العوامل اللي كتعطي هاد الجلطه القلبيه. مع الاسف اشنو تلاحظوا؟ بانه بزاف الناس كيجيو هاد الحرق في الصدر ما تيدوهاش فيه، تيقول لك لا هذه يمكن غير الريم ولا غير ما عندي اي ضربني البرد ولا شي حاجه وتيخليه، حتى مع الاسف تجي هذيك الازمه الكبيره اللي كيخصها مستعجله. فاذا الى كان هناك رساله اللي خصنا نوجدها هو نعطيها للنظاره، هو اولا انسان ابتداء من 40 سنه عنده الحرق في صدره اللي تيفوت اكثر من 10 دقائق اللي تيعصرو وتزيرو بحال شي عافيه وتمشي لظهرو تمشي للمشوار انفيريور تمشي ليبول غوش، وتيسان تيعرق وكيتقيا في هذاك الوقت وواحد الحرق بحال ما عمر ما حس به، هذاك الوقت خصو يمشي اقرب وقت عند الطبيب اللي هو قريب ليه، اما طبيب عمومي او لا طبيب اختصاصي في القلب باش يمكن، لانه من التشخيص اون فوا كنديرو التشخيص هذاك الوقت كيبدا واحد لو بروسيسوس يعني بسرعه خص الانسان ندو القسطره ديال القلب ونسرحوا هذاك العرق، لان ملي كتسرحوا العرق بحال حتى شي حاجه ما كانت، والانسان غالبا كيتعتق من هذه الازمه القلبيه. وكما قلت نقطه اخرى هو اون فوا
انسان عنده جلطه قلبيه وسرحنا العرق خصو لابد يتبع الادويه. هذه الادويه كتكون على شكل اسبرين، ادويه اللي ما كتخليش القلب يتخنق، ادويه اللي ما كتخليش الجلطه الدمويه، ادويه كتهبط الكوليسترول، ادويه اللي كتساعد القلب. وهذه الادويه كتبقى على مده على الاقل ديال سنه. الانسان ما خصوش يقطع الدواء، كذلك خصو يدير الحميه، خصو ينقطع التدخين، وخصو يدير ريجيم الكوليسترول، وخصو يتبع الدواء ويتبقى تحت مراقبه طبيه. إذن اللي خصنا نعقلوا عليه هو اي حرق في الصدر اكثر من 10 دقائق ولا 15 دقيقه، تيعسرنا وتزيرنا بحال العافيه، بحال النطو، بحال شي حاجه اللي ما عمرنا ما حسينا بها. هذاك الوقت خص الانسان اقرب وقت عند طبيب اختصاصي او طبيب عمومي.